الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما بعد، تيسينا نبكي لباتن يا أفراد كم إذا كتابك خلاصة نور اليقين في سيرة سيد المرسلين، أوسكلها الشيخ عمر بن يحيى بن عبد الجبار رحمه الله تعالى. وحن لحظة كغسو جرني مجلد كي لبات، الدرس الثامن، السنة الثالثة من الهجرة، غزواتها، قصة دعثور وإسلامه. الدرس الثامن عشر كسيدات، السنة الثالثة سنة كيس الدحاد من الهجرة، هجرة كترسن، غزواتها سنة كاس سقى غزوات كيدي يدول دولمادية ديدي. قصة دعثور، منك دعثور لو يقان قصة ديسي يو إسلامه سيدا أكو إسلامي. في السنة الثالثة سنة كيس الدحاد من الهجرة، هجرة كتر سنة، حدثت وحاد عضي غزوة غطفان، لمنك غطفان لو يقان دولمات كي لغو قاضي، يو غزوة بحران، بحران دولمات كيدي، يو غزوة أحد، أحد دولمات كيدي، يو غزوة حمراء الأسد، حمراء الأسد دولمات كيدي. ولم يكن معها حرب دقال إلا في أحد، أحد بو دقال كردعا. لمبرك كوباد، مدة كوباد وغبتي غزوة غطفان. غطفان اسم قبيلة وقيس مجعي، قبيلة يا غطفان لير هذا. وغزوة بحران، بحران اسم موضع ميل مجعيد وي، موضع وميل اسم ومجع، اسم موضع ميل مجعيد وي، ماشى بين مكة والمدينة، مكة مدينة ولا حيس. صدح، وغزوة أحد، أحد جبل بوروي بالمدينة، مجالة المدينة كوتا الله. وقدام بين حمراء الأسد، موضع وميل بين مكة مكية والمدينة مدينة أولحية. وهذه تن الغزوة الدولان كان حدثت وحي العضي بعد أحد، أحد قداشت. وسببها، سبب كيدون وحوها أن الرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم أيا خاف وحو كبغي من تجمع المشركين، مشركين ته إس أرور سيغوضة هي ورجوعهم أصول نقشضوضة إلى المدينة، مدينة إكسو نقضان. فخرجوا بحي خلفهم قداشوض، فلما وصل مركو قاري حمراء الأسد، ماشي أس حمراء الأسد لو يقان، علم وحو أقادي نبيه أن الأعداء عدوه رجعوا إن النقضين إلى مكة مكو إيس المدينة كسو سعونا إس كتقيبا. بعد أن بلغ مركو سو قاريهم أيقا قالدي خروجه نبي سو بحدي من المدينة مدينة أو كصوبح مركي مغلين نبي با مدينة كصوبح ودولان دي كصوبح بي مكادودي وعراري مكادودي أي أهلي مركا وحي نوهي سنة كي صدحات دقال هذا دعاي غزو قليها قطفان دولان كلغو قاضي بحران هي أحد هي غزوة حمراء الأسد أفرت بوان هنا أفرت دقال محوكا دعاي أحد وكلي ودقال كدعاي غزوة قطفان قليها قطفان لو يقانو دولمات كودي خرجوا بحي الرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غطفان، غطفان حق وضعيو بحي لمحاربة عرب، عرب لدقالا كيد أيون ميشا أؤادي عربتها سو أرادو دوني الغارة ويرر على المدينة، مغالدة مدينة سو ويرران قليا عربيض دوني إن مغالدة مدينة سو ويرران قليها سو نبي أبحي صلى الله عليه وسلم غطفان ميشي دقنين أؤادي لمبركة أقبطي قليها غطفان حاميشا نوو قران لمبرك السناد هم بنو ثعلبة وبنو محارب تحت الرياسة دعثور قليها أن عربية نبغو ومغلي إني مدينة سو ويراريان إيو دولان كفو قاضي وحيا هيا قليا ريبني ثعلبة لو يقانو إيو قليا ريبني محارب لو يقانو وحانا هقامني عيدا كودا دعثور نكا لو يقانو هاد عوان كيرو قران دعثور إسلامي مديسي نكا ساهو قامني يبرو مصنف رحمة الله عليه. طيب مركا قليها قبائل كاسو النبي ويرري ومغلي إني الدولان كسويهين مقالة مدينو خرجوا بحي الرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غطفان، غطفان حق ضيون أبحي قويس كحقيس لمحاربة عرب، عرب لدقالا كيدبون أبحي عرب تاسو أرادو دوني الغارة وير
على المدينة مدينة يصو ويرران فلما سمعوا مركي مغلين بخروج الرسول الرسول بحديث صلى الله عليه وسلم وصوبحي هربوا ويعررين إلى رؤوس الجبال بوره دلدو دي فولفولين لكا سيو عررين بحال كان دايير كي كرو كردي سوما دارتا رك إلى ذميل فولة ويعررين بوره كو كان عررين بفولين منك دقال كو سعودي بحي لا عرريان خوفا بغدين اي كبقيان من المسلمين المسلمين تعبسي اي كعبسان ايان بيو عررين مركا بوره دلدو دانا ويفوه لمبر أفر وحدث وحد عي أن الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم نزع إنه سيبي ثوبه مرديسة ليجففه سوء قلليه من مطر روب روب كاسو بلله مرد قوي وارتاح وراح يستي رسولك حوغا ونستي تحت شجرة جيد خوستيد والمحال المسلمون مسلمين تونا متفرقون كلك وكلا تكسنيهم هذا النبي يا صحابة يسون نقدين وقوليه دولان كالوقا ذا يبوره كالكورين عررين ما يلا حمرك لما يا نبي وجيد هو سيد أنت كل لحظي أيور جيد أنا سيحنايا صحابة دونا بني والبجيد بيسك سيحدا سيفتي سينا ميل بصورت سيفتي سينا ميل بصورت واجب أمرك النبي لأن كان أنتي مدعثور للي هاي والنبي هرد أي مدي oo safety la baxay ba nabi wuxuu toosay safety siyo ninka anta ku haysto su'aal buu diyay marka ninki ba nabi su'aal wadiyo waxa suuxay maxamedow waan in gaala man yamnacu kamini ya iga ka celinaya maanta kaliya ba tahay saxaabada ay kula ma joogan geed bad hoos urda safety aad isku difaaci lahayd ana haysto waa kana nabiguna waa jeefa markaas nabi wuxuu yiraahdaa allah ilaahi baa ka dhicinayo fari ma saari karti kaasu ku celiya markaas nabi yiraahdaa allah ku celiya nabigu allah ninkii markuu ba arkayba nabigu geesinimadiisa asagii ba inta khalkhalo gacantii gargareertay ba safety ka dhacda markay ninkii safety ka dhacda nabigu safety inta qaatay wuxuu ku yiri adiga yaa iga ka celinahay adiga haday safety ila haystee tii allah kalsoonida nabigu uu ku qabay ninkaana kuma qabaa nin gaal ah markaas uu maxamedo kun khayra aakhirin in fiicana tahay qof safe qaado qofkii ugu fiicnaa noqo iska keyda ninkii oo meesha fadhiyo nabigu seefti ka qaaday oo cabsi tabcaan lahu nabigu saxaabada isugu yeeray bal ninkan feeriyey seeftu hadayta iga siibtay sidaas ugu yiri anna saasaan ku iri waa kara war iska tagbi marka waa fasaxa nabigu sallallahu alayhi wasallam farxaddi waa inta ka baatay ninkii oo uu farxay oo reetulka u tagay waryaare waxaan idin ka imid min cindi khayri naas dadka ninkii ugu fiicnaa agtiisa idin ka imid ninkii gacanta inta igu dhigay anoo weliba seefti si haysta oo seefti laga qaaday ayaan haddana waxa weeye la itaaban arwaaciin jiray islaama sidaasi markaa waxay sheegeen kutubu siyar inuu qoyskiisii sabab ugu noqday inay islaamaan oo yiraahdaan waxa weeyaan war islaam waana mid culimadu ay tilmaam leh ka hadlayaan qofka markaad rabtid dadnimadiisa in la ogaado waa laga xanaajiyaa qaar ba culimadu yiraahda markii qofku xanaaqaa waxaa soo baxaya shakhsiyadda qofka qof intuu isku dhex yaaco oo caytamo oo dagaalamo buu waxa leeyaha qofina markaas wuxuu noqonayaa qof wanaagsan oo mowqifka ugu wanaagsan hawsha qaata waa sida nabi maxamed oo kale sallallahu alayhi wasallam ninka dhan ee inta soo weeraray oo safety si qaatay oo waliba kulamay yamnacu kamini safety si haysay ay ka celinaya markuu nabigu ninkii gacanta ku dhigay waa iska caafiyo farow ka qaada waana midda sababtay inuu ninkaanu inta dulqaadka nabiga iyo goonnimadiisa u bogo oo islaamo ay culimadu tilmaamaan qaarkood وحدث وحد عي أن الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم نزع إنه سيبي ثوبه مرديسا ليجففه سوء قلليه من مطر روب حقي سنة وقلليه مرض بلله روبك أو بلله مرض قوي وارتاح ونصطي تحت شجرة جيد هوستهد والحال المسلمون مسلمون ترى متفرقون كوكلة تكسنيه فرآ نبيه وحا أركي فرآ وحا أركي هو نبيه أعرابي ريمي عربي نميا كل عربي ما دين قران نين عربيات بقى اركي وقوليها انو كتر سيهاي علماء غاربة واحد تلمام رياغة طفانك انو كتر سنة رياغة طفانك انو كتر سنة نين عربيات بقى اركي رمي نوه اسمه مقعي سنة دعثور ايالي لها دعثور فأقبل وحو لصو وقابلي إليه النبي حقيس بسيفه سيفتيس حتى وقف إلا واستهاغي على رأسه النبي مدحيس صلى الله عليه وسلم مدحو عقتك سارة معها النبي سودو الاستاغي وي النبي مدحيس سواء استاغي
وقال وحو يري من يمنعك من احد كبا يمنعك اذا كعلن يمني انا يا محمد ومحمد رسولك الى حتى يا رسول الله يا نبي الله ما له تمبا ورميسنا فقال وحو يري الرسول رسولك صلى الله عليه وسلم الله الهي بقى كدعني فاصاب وحا كدعي الرجل انك هيبه هيبد يا وخوف عبس فسقط وحا كدعي السيف سيفتي بكدعي ميده غانتيس فتناول وحا سو لاعو قاتاي هو سيفتي الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم وقال وحو نيري من يمنعك يا ايغا كعلن يمني اني يا دعثور دعثور يا ايكا قوانا يا انيك هاتي سيفتا دايتي اي لغلغي يا ايغا كعلن فقال وحو لا احد قف ايغا كعلن يا لما اركو فعفا وعفي عنه حقيس الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم فأسلم ننك وو إسلامي ودعا وويري قومه تلكي للإسلام إسلامك وويري وحول ووريكي الله ألا قلبه قلب جيسة من عداوة الرسول رسولك عداود أقبيب كوريكي ماشي عداود كترتيبا إلهي تعالي أقري وجمع الناس يددك أرورين توضة لحربه نبي اللي دقال لنكيسة وأسو أروري عداود النبي أقبيب من حيك لفتي إنه ددك إنت أروري وشير أقبتو إلى ننك أكد دول تينا إلهي وحي أبدلي إلى محبته نبي تعالى كيسا صلى الله عليه وسلم عداود النبي أقبي يددك ونبي كسو الدري يبا وحي سبب الشيء تعالى النبي نعبيها كو يا وجمع الناس يددك إنه سكر له إلى أجله نبي درتي إنه يددك إسوه كير ويراه وقال يا إسلام الرمائي أول يددك إسوه كير يترى لكن محو إسوه كير يترى قال يا الله ديرا هذا يددك إسوه يرى محو إسوه يرى قال يا نكا الرمائي نفع عنه يارو خير الناس هو إسبدل لا بد قضى ملك لا فهم وجمع الناس لحربه ضدك أرورين تري وسكين تري سو النبي ولا دجالما نعيب كوا وح يسوب بدلا إلى محبته النبي شعيل كيس عداودي تاس يسوب بدش كو ماشي هذا وجمع الناس لحربه نوح يسوب بدش وجمع الناس ضدك إنه سكينه له إلى أجله النبي قدر تيسو يراه والنبي الرومية مفاسير علماء المسلمين توقوك لأرك الدوينهن قصدان يقصك لو بخاري قصوى أرورتي ما هل غسام سوى اسكو قيسي كوك لا أراك تدوينيهن علماء غير ما وحي ليهن والله ما قيسو لما وقتبه كراد عضي قرن قولنا وحي ليهن وهل قيسو أننك لما ما قعلها سيداسوي أسئلة سؤاله ما الغزوات دو لما ديدي محيطها التي تاسو حدثت عضي في السنة الثالثة سنة كي صدحات غطفان بحران يا غزوة أحد يا حمراء الأسد لماذا محيب خرج الرسول الرسول كأبحي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة غطفان دولمات كي غطفان لمحاربة عرب أراد الغارة على المدينة لماذا عملوا محي سمايين قالدي لما سمعوا مركي مغلين محبا كبود ياه ها صحوي وي عرري ماذا عملوا محي سمايين لما سمعوا مركي مغلين بخروجه نبي بحدي سوي عرره ماذا حدث محاد عي في هذه الغزوة دولمات كسيدة إنه نبي قمال لركي كورتي كيد خلص يحضي نكاس سورة ويمن لركينا وحاول سيفتنا ولبحة هذا الكسر صامر الدرس التاسع عشر كسر قالت غزوة أحد دولان كي أحد وي خرجوا بحي الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم صحوي خروج الرسول رسولك بحديث صلى الله عليه وسلم رجوع المنافقين أورك قالدي نقط كودي أمر الرسول رسولك أمر كيسي صلى الله عليه وسلم ونتيجة مخالفته نبي محمد والله خلافه وحي كذا شيء وأفر قضب كو خروج الرسول صلى الله عليه وسلم نبي يود قال كي وحي أبحي لبو رجوع المنافقين منافقين تومركو هرا انت راعي نبي كان بعد لو أدح مركي دقالكو بلا مرة بيقصوا نقضي صدح أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أمر كي رسولكو بحيو يروحا حال السمي وضمين ونتيجة مخالفته خلافة النبي محمد الله خلافه مرها إيا وحا كرشة أيضا روكه اللي يا باب كان خرجت وي بحضي قريش وقريش لمحاربة المسلمين المسلمين تلا دقالنكو دكو إيا وأخذ ثأري من dad inay u soo argudaan inay qaataan oo qutila la dilay amal yahay oo akhdi faarin midin laba hoos dhig misal hoos dhig basara wa akhdi faari man dad inay u soo argudaan
قتل الذين منهم أيها كمدا في وقعة بدر دجال كي بدر وكان عددهم قالوا ترضوا وحيا هيد مع من دد أيجو ولبا لجرا حالفهم أيجا قاشنبور صدوا صرع خالفهم وحالفهم حلف أيجا قاشنبور لصون غضي 3000 رجل صدح كن أنم بأهين قالوا قليه قريشد يعد كلو أي سوق قاشنبور سدين وسوق حاجتين وسوق أصحاب نقدين صدح كن أعيدنا أحد فخرجوا بحي إليهم حق وضع الرسول ورسول صلى الله عليه وسلم ومعه الرسول كان وحى لجري 1000 رجل كنن قال هذا ما قوي مركب ما غير ديريه لا بكون وانت كليه هوش ما نقول دون تبلو في رسالة ورجع وحى كسر لابتي عنه نبي حق سفيد طريق وددي وكسي السعود نحن هذا كسر لابتي عبد الله بن أبي بن سلول عبد الله بن أبي بكسر لابتي ب300 صدح بقول أو من أصحابه صاحب دسي المنافقين المنافقين تكمل صدح بقول أو منافقين هم مسلمين تلسعتي ودي عبد الله اسكو كوح أهاي أيوة الله نقضي كن كينين ونبي وتي صدح بقول مركز نقضي محا هرين تضاب بقول بهرت قال دين ولي ما قوي صدح كون واي صدح كون واي هو سلم برموشي دا نقضي يا لما رأى مركي أركان لما قرت رأي أركان المسلمون مسلمين تو عبد الله بن أبي عبد الله بن أبي يومن معه دتك لشرين كيساها اختلفوا إني إسخلافين فيما وحى يفعلون أي سمين أيام اختلفوا دتك إني إسخلافين لما رأى المسلمون مسلمين تو مركي أركان عبد الله بن أبي يومن معه يدك إلى شرين كيسها مركي أركان ومحيص سمي عبد الله بن أبي يدك إلى شري وإلى بتسمها مسلمين تمركي أركان وحول سمي اختلافوا مسلمين تواس خلافه تضبطي بقول صهر تأس خلافتي حال سوء خلافه فيما وحى يفعلون أي سمين يان معهم رجال شرين كذا من كان دجال كأنه غب حي قال هذه مركي إن قتر بناتي ورجوسه لودا إن قال لغضي حين كسمينا فقال قوم قل يوحي إلى هذا نقاتلهم وهل دجال مينا لفتر كذا بعن لينا وقال كله كو أنك قصين وأشار وحي كتليين آخرون كوكلنا بتركهم أنا سكد إنه فرحا كقام فأنزل وسودتي الله أله فما محيبا لكم إذن كإذن سونا ذي في المنافقين في شأن المنافقين منافقين تأرن قضا محا إذن كجحرا فئتين حالتين إذن كل بكة وحوض لما ذي كولا أن دلوا منافقين ته يكولا أن سكد إنه صباهن إن الله بقوا قيب سنتان والله بكة وحوض كل نقطان منافقين والوقت إستقب حسام حاكي يعني والله ألا إياه أركس عليهم أجا قليها سلاح بقى ذكر يا باي بما بسبب ما شيء سبب كي كسبوا إيش قيستين أو كفر يقال لما يكون شرين إلهي بقى ذكر يا باي أتريدون ما واحد دون إنسان أن تهدوا إلى ذهن نسان من روح أضل أدمي الله ألا ومن روح يضلل أدمي الله ألا فلن تجد أهل ما يسد له أصغر إنه أصغر هذه سبيلا وحوضا فراك قضى لما قليها ولما غورتي وصل وغاري الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم جبل احد احد بورتيدي امر وحو فري 50 كنتن رجلا ان من الرومات دك شيشيهن كه غنتدا غنتدا وقف كمش نبرك كو توران لا سيرين او كو دفتو وي حبد يو وحو توراي بالتحسن دفيس كدغاشو في الجبل بورت احد انت دلدا لا غشان بي هلكا دفيس كدغت وحي دبر جبين وحق غدال لوغه ايمان لها غالدا نغا الهاليه وكنتنين اول ما قوه هيست تضبطنا تضبغل تضبطي بقولو عيدن كهيدو هيست كنتن كميدا ايو وحو يرا دبر جبينتا نغا الهاليو بورتا جوغا حو سو هري يا لحي كنتن عيدمدا لحني كنتن كل ربا اني لا دغالبان وا انتين صدح كن او عيدن وفردها يهوبك يوحي وطن أديابيس باوحا لدك عالمي ليح بقول يكونتو النين بس يصدح كل عيدا نواه ودك عالمي كنتو كان أدبرتمنت إلى الله يعني. صدح بقول لنك وعلى النقضي بس عيدك بركساس ويري وقال النبي ووحو كويري لهم قال قليها سكوتنكا لا تتركوها كسو تقينينا الجبل بورتاس بورتاس نفيس كغتشرا هكسو تقينينا سواء وحا اسكو ميدا انت صرنا قوليسنايا ام كسرنا نلتشبية حدينا لك اتكادنا ماشي هكا صور اغاغنينا حدان انو قوليسنينا هصور اغاغنينا برتينا تشوغ بكوير لابا قوربا حدان اتكانو اي حدينا لك اتكادنا بدقال كان انقا قليني
idinku u dhanka iga ilaaliya buurta jooga iga ilaaliya xaqina la iga yimaan ha dhacay marka thumma badaa wuu bilowday alqitaalo dagaalkii baa bilowday bayna alfariqayn labada kooxood dhexdooda labade gaaladii iyo muslimiintii fan hazama way jabeen almushrikuuna gaaladii saddexdii kun oo ciidanka hays markii wax yar dagaalku socdayba waa la carara gaaladii ba carartay lambar halkaan idin qabtay lammaa goortii ra'ay arkeen arrumaatu kuwii shiishiyahanka ahaaye toogta yaqaanay in hizaama almushrikiina gaalada jabkoodii markay arkeen qaaluu waxay yidhaahdeen maa maxay baa lana annaga noo sugnaaday iyo walil wuquufi joogsasho aan joogno maa lana annaga nooma sugnaan iyo walil wuquufi istaagga halkaan aan joogno min xaajatin wax baahi ah meeshaan inaan sii taagnaano wax baahiya looma qabo sababtoo a meesha nimankaan gaaladahan iska ilaalinaynay nimankiina jabe laakiin nebigu horey muxuu ugu yiri haddaan guulaysano iyo haddii kale midnaha soo kicinna soo ma ah ayaga marka waxay isyiraha nimankii laga adkaayi aan qaribaad wax ka qaadano wanasow way halmaameen amra rasuuli rasuulka amarkiisa ayay halmaameen sala allahu calayhi wasalam amarkii rasuulku siiyey fadakarahum waxaa xasuusiyey ra-iisuhum ra-iiskoodii baa wuxuu xasuusiyey kii madaxda u ah hogaamiyaha bihi amarkii rasuulka war rasuulka ilaahay soo hadda ka hor amar idinmaasin miyaad ilowdeen bi falam yaltafituu maysan dhugan ma milicsan meesha qanimo iyo xoolo la qaadaya arkeen waxay isyiraha war naga daaniyo meesha ujeedadu waxay ahayd in waxa weeye nimankaan iska ilaaliya nimankeena carare wandalaquu way tageen waraa annahbi boobka iyo wasalbi xoolaha la qaadanahayo iyo hubka la qaadanahayo gadaashiisa ayay u tageen qaniimadii in lagu magacaabo nahbi iyo waxa weyaan salbi in lagu magacaabo nahbiga waxaa la yidhahaa dagaalku markuu inta socdo weliba labada qof ay weli murmayaan oo hawshooda ay taagan tahay laakiin qanimada waxaa la yaqaanaa inta rag la dagaalamay oo laga adkaaday oo xoolihii laga soo qabtay meeshiina weli dagaal baa socday inkastoo xoogaa baqasho muujiyeen gaaladu midda kale ereyga qanimada nahbi in lagu magacaabo laftirkeeda ma aqaan say noqonayso wandalaquu way tageen waraa annahbi boobka gadaashiisa iyo wasalbi iyo hubkii la qaadanayay ama dadkii la dhagrayay fathabata wuu sugnaaday alra-iisu ninkii hogaamiyaha uu ahaa wuxuu yidhi anigu nebi maxamed warkiisa ma khilaafayo soo nebigu halkaa joogi ma oran barti baan joogayaabi xataa haddaad iga tagtaan keligii baa joogi iyo wamacahu la jirankiisana waxaa qaliilun wax yar xataa xamala ilaa uu soo weeraray calayhim dushooda khaalidun khaalidun waliid baa gadaal kaga yimid marka oo middii nebigu ka baqayay nimankii dhowrkaah meesha joogay intu yimid dhowrkiiba dile ciidamadii nebigoo sii socdo oo gaaladii kale sii caysanayo gadaal inta kaga yimid buu dagaal ku bilaabayba adigoo sii jeedaba ayib wakaana wuxuu ahaa annasru guushu waxay ahayd yakuunu miduu ahaanaya lilmuslimiina muslimiinta guusha heli lahaa lowlaa anna almutaxasiniina kuwii dhufayska joogay khaalafuu haddayna khilaafi lahayn amra rasuuli sala allahu calayhi wasalam rasuulka amarkiisa hadday meeshaa wada joogi lahaayeen kontankaas oo aysan dhaqdhaqaaqeen muslimiinta guulaysan leh watarakuu aysan ka tegi lahayn aljabala buurti washtaqaluu aysan ku mashquuli lahayn binahbi boobka iyo wasalbi iyo xoolaha la qaadanayo iyo hubka xiinamaa waqti ra-ow ay arkeen intisaara almuslimiina muslimiinta guushooda markay arkeen haddaysan soo tegi lahayn guushu muslimiinta waa isu raaci lahay falamaa goortii ra-aa uu arkay khaalid ibnulwaliid khaalidkii inuu waliid ahaa aljabala buurtii khaaliyan inuu yahay mid maran min arrumaati ciidamadii ganatadaha ka maran xamala wuu soo weeraray calaalmuslimiina muslimiintu soo weeraray min khalfihim gadaashooda xamlatan weerar shadiidatan aada u daran xataa nhazama ilaa uu jabiyey akharahum badankooda ilaa muslimiinta uu jabiyey mid u dilo iyo mid dhaawaca iyo mid u cayriyuu ka dhiga khaalid ibnulwaliid dagaalyahanba waagi dambe u islaamay halkaa hoose lambar maidin ma qabta wa ashaaca waxay faafiyeen bacdu lmushrikiina gaalada qeyb ka mida anna muxameda nebi muxamed qad qutila in la dilay fadabba waxaa usoo tukubay oo usoo dhuuntay fi lmuslimiina muslimiinta dhexdooda alfashalu fulaynimo qaar baa markii yii maxamed wuu dhintay isla markiiba waa fulayoobe xataa qaala ilaa uu yidhi bacduhum qaarkood calaama maxay baa nuqaatilu u dagaalamaynaa idaa kaana muxamedun muxamed hadduu yahay qad qutila mid la dilay marba haddii nebi maxamed la dilay maxaan dagaalka usii wadnaa farjicuu noqda ilaa qowmikum dadkiinnii u noqday iyo tolkaad ka dhalateen yu'minuukum ha idin badbaadiyeen ora tolkiinniiyo reerihiinnii isu dhiibo oo ha la idin badbaadiye guryihiinnii iyo dadkiinnii aada wa qaala jamaacatun kooxna waxay yidhaahdeen
إذا كان هدويه محمد المحمد قد قتل ملة دلي فقاتلوا الدقالما عن دينكم دينتنا دفاع ذا الدقالما أما المنهزمون كوي تبيع عرري فاستحيوا ويكحي شودين من دخول المدينة من دخول المدينة مدينة قليتان كيت دقال كينا كعرري مقالة دي اكي مدينة ومدينة فودي قليل لأيهن وحي كبغيان دي ام لغو اريو اللي يراه ورمان كيرا ما يو دقال خلاو درسو سوا عرري فيريو قريها اللالادين هاي بعد فرارهم عرري دو دكا قدال ولم يدخلوا ميسن قلين إلا بعد رجوع المسلمين مسلمين تسو نغط كو دكا قدال ماهنه تبدا مبو ميسن قلين ماش ولما علمت مركي اواتي اليهود يهودي والمنافقون منافقين بما وحا أصاب قدعي المسلمين مسلمين تقالوا وحي كوي رهدين لإخوانهم ولا لهود دي منافقين تقارا منافقين تدل الله شو مسلمين هو ناكسن باشري يهود قال انا دل الله شو مسلمين هو دين تقاتي باشري وقفوا البولالك والله الله وحي رهدين لو كانوا هدي أهان لهايين عندنا أكتين قوة كوسوغان وقريها يجي اتشوغ لهايين ما ماتوا مدينتين وما قتلوا لمن الدلين بيره وإن في هذه الغزوة دولان كان أيضا وحا كوسوغان لدرسا عشر مهما مهما يعلمنا وحنا بري عشر كاسو نتيجة مخالفة الرسول رسولك النبي محمد صلى الله عليه وسلم خلاف كلا خلافه وحلقة نحلايه وأن تكون إني أهاتنا ومهم أعمالنا عمل لدينا خالصة من خالصة لله ألا درتي وفي ذلك أرنك نحدث قال الله تعالى سريه في سورة آل عمران ولقد صدقكم وإذن رشاقي الله ألا وإذن كدبي وإذن رشاقي وعده بلنقات كيسي إذ وقت تحسون أدلينيسين هم قالضة بإذنه إذن كيس دي دقال كي أحد نركه روب لو دقال هذا لقات كذا ولا ليس ما حتى إذا فشلت مركات فليودين وتنازعتم أتكون مرانتين في الأمر تلضة غنيمة أنقاذاً إيين أنقاذاً الرسول كان أضيعنا يوحوياً ميشا أكتقم وعصيتم العاسدين رسولك من بعد ما مدكا قدال أراكم إلهي أؤذين تسيي ما شيء تحبون أتعيشهن وحيش على يوم حماه أركان مال إيه حوالي إيه غنيمة أركان ورميشا نغا كينا لي ميشا إنا سيتاقنا ندنكو ما شرته منكم واحد كم إذا إنت أسمرك مركا دعضي دي منعكم من نسره إلهي قوشي سيبو إذين تيدا سبب منكم واحد كم إذا من دول يريد دون الدنيا الدنيا تد ماشى بقولي من الدنيا الرادس ومنكم واحد كم إذا من دول يريد دون الآخرة آخرة إيرها لأهنشها إله ثم صرفكم إلهي وإذن لحي إذن كمسلمين تهوى اللحظي عنهم قال لي حق وضعت كاللحتين حال قوضة سيدي مسلمين تقول قال لما يروا قال دعوا عير سنين مركي خالد من وليد وقال لك الصوت قال لي دبر كل قد توقني ياركين ولا كلا فرحة ولا كلا عرر إذن كي مركي دقالك وعير سنين بهذا واحد نغطيهم كوال عير صدو عرري ثم صرفكم إذن كإلهي إذن لحي عنهم عن قتال الكفار قال لنا ضد قالتان بإلهي إذن كاللحي ليبتليكم سوء دين امتحانه ولقد عفاو العافية عنكم حقين إلهنا وإذين ضاف عرك أمانك عرتين إلهي وإذين ضاف خلاف كان نبي محمد خلافتين إلهي وإذين ضاف والله ألا ذو فضل إحسان مد صاحبه وي على المؤمنين مؤمنين تحسان وقر لنبر لح فلما رأوا مركي أركين فلما رأى هو آخرنا أسئلة سؤاله لماذا محيبة خرجت أبحث قريش وقريش في غزوة أحد دولمات كيدي وحي أبحل لمحاربة المسلمين وأخذ ثأر من قتل منهم في وقعة بدر كو كم كان إمسوها عددهم تراضوا ده ما يقال ذا كذا 3000 كم عدد من ذا تراضي ما قيها ينخرج بحي مع الرسول رسولك لتشيرك صلى الله عليه وسلم يا كن بماذا محيب وأمر فري الرسول ورسولك صلى الله عليه وسلم الرومات من انتصر يا قوليستي في هذه الغزوة الدولمات كسيدة مسلمين تقوليستي لبت واتاس سببت واحد ويان قول شغفك انو قول قاري سدح قضب والقوق هذا كو ميش القوطة قال لامي أساقو انو أهارو نبي جي سحابي سايقا ميش أهاري لابو بحاكلو القوق هذا انا وحبال لقا قبسان داد اهم حابيس اه حنا لقى مقبس سنبالي هذا هب إن لقى قاتنا إن لقى قادنا والوجو هذا وحب ولقى قاتنا لما أركل يعني مارك أنت أسوق قدم ماشي هذا إسكو درس طيب ولو ضد بدن بلقلا يتدبات تقف لقلا ينبي صلى الله عليه وسلم هذا أنا سجى قوليستي ماذا حدث محاد عي بعد تركه مارك كسوة تيان كجدال الجبل بورت خالد أركي
الدرس العاشر درس التوناد ثبات الرسول رسولك سوناشي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.